بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بالصلاة على النبي. طبعا ايه، انا حطيت مية اللفت وتعمدت تبيته علشان ايه نطلع منه مع بعض. بالصلاة على النبي، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين اللفت وجماله. طبعا عبيت الباقي اللي كان في الصينية وعملت برطمان تاني اهو. بالصلاة على النبي، شايفين المية بتاعته، المية بتاعته جميلة، واللفت بالصلاة على النبي. وبرده هنا اهو تبصوا، شايفين المية بتاعته جميلة ورد ازاي. طبعا ايه عملت ايه، رحت حاطه اللفت وقطعت البنجر وحطيته عليه بالصلاه على النبي، ورحت ايه حاطه الميه دافيه من الخلاط يعني، حطيتها وحطيت عليها ملح، ورحت محيقاها وكبها على اللفت وبيته. وقلت الصبح اطلع قدام حبايبي اوريه لهم، شفتوا شكله ورد ازاي، يعني هو كده يتاكل منه، قعد يوم تاني ماشي، ما قعدش يوم تاني احنا كده ناكل منه. بالصلاه على النبي، احلى لفت، والحاجات دي حلوة في البيت ومفيدة. بالصلاة على النبي، وكل سنة وانتوا طيبين حبايب ماما بركة. بالصلاة على النبي، تعالوا كله لفت، الحاجات دي جميلة هي، بدل ما نشتري جاهز. بالصلاة على النبي، احلى لفت عند ماما بركة، وكل سنة وانتوا طيبين حبايب ماما بركة. بالصلاة على النبي، وتعالوا نشوف. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين. اللفت طلع، طبعا الدنيا شتا، واللفت طلع، واللفت مغذي وحلو. فطبعا انا جبت اللفت اهوت، هنعمل النهارده لفت نخلله نحطه جنب اي اكل حلو، بدل ما نشتري ترشي. طبعا انا جبت اللفت اهو لسه زي ما هو. بالصلاه على النبي، البنجرايه بتاعته بروح عامل ايه بقى. بالصلاه على النبي، بروح قطعه كده، انا هعمل قدامكم ايه راس يعني، وبعد كده اكمل الكميه واوريكم. بنبدا نسمي الله بالرعنين كده اهوت، ننضف اللفت كده. بالصلاه على النبي، كل سنه وانتم طيبين، الحاجات دي حلوه في البيت ومغذيه، بدل ما نشتري ترش جاهز، لا بنعمل الحاجه دي في البيت. بنعمل كده، بالصلاه على النبي، احلى لفت. ويلا انزلوا هاتوا الحاجات الشتويه دي مغذيه، وكيس الترش بخمسة جنيه ملوش لازمه خالص، لا نجيبه نعمل ايه، اللي يجيب بالكيلو، اللي يجيب بالحزمه، نعمل برطمان برطمانين، الحاجات دي حلوه في البيت. بالصلاه على النبي، اهو كده. طبعا بالصلاه على النبي، عملت دول قدامكم، هكمل الكميه كلها وارجع اوريكم. بالصلاه على النبي، خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نضفت اللفت اهوت، عملناه كده، شلنا كل حاجه اهوت. بنروح بقى مسمين الله، عاملين كده. انا بحب العروق دي، اللي ما يحبش العروق طبعا ايه ما يقطعهاش، فيه بنجيبه كده من عند ايه جاهز كده على طول، انما انا بحب اجيبه بالعروق عشان انا بحب العروق بتاع اللفت. بنروح مسمين الله كده، بنروح مسمين الله كده. اللفت ده حلو مغذي. طبعا بالصلاه على النبي، هخرط دي قدامكم، ممكن نخرط بالسكينه كده، كده اهو، كده اهو، كده كده. بالصلاه على النبي، وممكن نخرط بدي كده حسب ما ايه ما عندنا الحاجه يعني. بالصلاه على النبي، كل سنه وانتم طيبين، الحاجات دي مغذيه اهو. نقطع كده، بسم الله الرحمن الرحيم، اها كده اها، نقطع كده. ممكن نقطع بدي كده بيبقى بالطريقه دي، وممكن نقطع بالسكينه بيبقى كده، حسب ايه الحاجه اللي عندنا وحسب ست البيت ما بتحب. بنروح مقطعين كده اهوت، كده اهو. اللفت ده حلو مغذي اهو، هنعمل واحدة تاني مع بعض. بحب اقطع العروق دي كده اهي، كده اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنقطع دي مع بعض، وبعد كده بالصلاة على النبي هقطع كله واوريكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والله ما صلى على النبي، كل سنة وانتم طيبين، وتعالوا خدوا لفت من عند ماما بركة، جميل جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، اهي الحاجات دي مغذية، والترش في المحلات ما بيبقاش زي ما بتعمل الحاجة في البيت، الحاجة في البيت بتبقى حلو. بسم الله الرحمن الرحيم،
قطعت كده اهو كده اهو بالصلاه على النبي، هكمل الكميه كلها واما اجي اخلي لاوريكم. كل سنه وانتم طيبين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين. احلى لفت بالصلاه على النبي شفته. طبعا انا ايه غسلت قشرت اللفت وخرطته وغسلته، تحفه تحفه. شفتوا بنفسجي وعامل ازاي؟ جميل 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 بالصلاه على النبي. كل سنه وانتم طيبين، ونعمل الحاجات دي في البيت كل سنه وانتم طيبين. المخللات دي حلو بتفتح النفس، وبدل ما نشتري جاهز لا الشت الحاجات الشتويه طبعا طلعت في السوق بالصلاه على النبي. وطبعا ايه نعملها في بيتنا حلوه، نحطها جنب الفطار جنب غدا جنب عشاء، حاجات جميله بتفتح النفس ومغذيه. اللفت اهو خرطت قشرته وخرطته وغسلته. البنجريه اهي بتاعته. طبعا هنبدا نسمي الله على طول باسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا مسخنه ميه في الكاتل اهي، والملح اهو بالصلاه على النبي. هنعبي بقى ايه لفتنا الاول غسله برطماني. بنبدا نسمي الله، نحط كده اهوت بسم الله الرحمن الرحيم. والله اللهم صل على النبي. كل سنه وانتم طيبين، احلى لفت نعمله. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، وخرطيه بالطريقه اللي تعجبك. ست البيت طبعا عارفه طريقتها، الطريقه اللي تعجبها تخرط بيها بالصلاه على النبي. بالقطعه ماشي، بالسكينه ماشي، زي ما تحبي. بنقطع القمع ده كده بسم الله الرحمن الرحيم، وبروح عامله كده اهوت، بروح عامله كده اهوت عشان كله ايه يبقى ايه بالصلاه على النبي. كل سنه وانتم طيبين حبايب ماما بركه. تعالوا خدوا لفت من عند ماما بركه، احلى لفت. بسم الله الرحمن الرحيم، والله اللهم صل على النبي اهو. لفت جميل بنفسجي وجميل، ولسه طالع بقى ايه طري، مش شيخ ولا حاجه، لا ده لسه طري. واللي ما يحبش العروق، انا بحب العروق، في حد ما يحبش العروق دي ما يحطهاش، انما انا بحب بعروقه بحاله كده. بسم الله الرحمن الرحيم، والله اللهم صل على النبي. كل سنه وانتم طيبين، احلى لفت عند ماما بركه اهو. مالينا برطماننا اهوت كده بسم الله الرحمن الرحيم. سهل سهل تخليل اللفت. عبينا ده كده اهوت. بروح مثلا بالصلاه على النبي جايبه وعامله ايه مفضيه الميه من الكاتل كده، ميه تكون سخنه كده. بروح حتى ملحي اهو كده اهو بسم الله الرحمن الرحيم. هدوب الملح واوريكم. طبعا حطينا اللفت اهوت، قطع البنجر كده بسم الله الرحمن الرحيم اهو. حطينا حتتين تحت وحتتين فوق. طبعا حيقت الميه بالملح. بنسمي الله كده، احلى لفت. كل سنه وانتم طيبين بالصلاه على النبي. الميه كلها يا حبايبي واوريكم. بسم الله الرحمن الرحيم، احلى لفت. كل سنه وانتم طيبين، وتخليله سهل ومش صعب خالص. وتعالوا خدوا لفت حلو افطروا بيه، اتغدوا بيه، اتعشوا بيه جنب اي اكل. كل سنه وانتم طيبين حبايب ماما بركه بالصلاه على النبي. استنوني في الفيديو الجاي.